مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من لقاء خاص على قناه تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، اتمنى لكم كل الخير. اليوم سنكون في لقاء مميز مع شاعر مميز في جميع انحاء العالم. قصص الاجداد تروى لينام الاطفال، الا في فلسطين قصص الاجداد تروى ليستيقظ الشباب، ليستيقظ الرجال. سبحان الله، هذا الشعب شعب الجبارين، بكل ضغط والحرب والحصار اللي موجود عليه ما زال يقاوم بموهباته الجميلة، بشعره، بكلماته، بنثره، بحجره، بسلاحه، بزيتونه، بزيته، بزعتره. اليوم سنلتقي بشاب فعلا غير المشاعر، له من المواهب الكثير، وأصر أن يكون معنا كضيف، وأنا لي الشرف من قطاع غزة مباشر، جهاد تنيرة. أهلا وسهلا فيك أبو جود. أهلا فيك، كيف حالك أستاذ؟ كيف صحتك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ أنا عجباني لفة الكوفية هاي، بطل. من وين أنت يا جهاد؟ حبيبي من أي مدينة؟ من المجدل. يا عيني على شباب المجدل. وساكن وين هلأ؟ في غزة، في غزة. وين في غزة بالضبط؟ معسكر الشاطئ، يا مخيم الله، الشاطئ. مخيم الشاطئ، الله يحفظك يا رب. جهاد، احكي لي عن حالك شوي، قديش عمرك، بأي صف أنت؟ أول حاجة، أنا اسمي جهاد رائد تنيرة، أبلغ من العمر 11 عاماً، من الصف السادس، أتعلم في مدارس وكالة الغوث للاجئين. طبعا مواهبي إلقاء الشعر وكتابة القصص، وطبعا أنا فلسطيني الهوية، غزي المولد والمنشأ، ولكن المجدل هي بلدتي الأصل. يا الله يا الله، ما شاء الله، الله يحفظك ويحفظ أهل فلسطين كلها. طبعا أنا بس بحذر الجميع أنه قد يكون هناك صعوبات في الإنترنت، هذا للأسف مشكلة تواجه أهل غزة وأطفال غزة اللي هم مش قادرين يحصلوا على الإنترنت الطبيعي اللي بيحصلوا عليه جميع أطفال العالم، فهذه أحد الصعوبات التي لا يتكلم عنها الكثيرون، ولكن إن شاء الله سنستطيع بأقل التكنولوجيا أنه نوصل لكم فكرة هذه الحلقة. جهاد، احكي لي شوي عن مواهبك، أنا سمعت أنك عندك مواهب كتير. أنا أكثر موهبة بحبها في مواهبي هي موهبة إلقاء الشعر. حلو، عندك مواهب تانية يعني؟ أنا القراءة وكتابة القصص. طيب، مين بدعمك في هاي المواهب؟ طبعا أول من دعمني هم ماما وبابا، دعموني في موهبتي في إلقاء الشعر وجعلوني شاعر موهوب. حلو، المدرسة. ومعلمتي في مسابقة شاركت فيها وأنا في الصف الأول، في مسابقة تحدي القراءة العربي، حصلت على المستوى الأول في منطقتي التعليمية، ما وكنت شاء أقرأ الله، بعض من الكتب وألخصها، فكان هناك بعض الكتب فيها بعض الشعر فكنت أقرأه، ومن بعدها اكتشفت موهبة الشعر لدي. طب استنى، انت عندك اول اشي موهبة قراءة الكتب، خلينا نحكي شوي عنها. ايش الكتب، زي ايش بتحب تقرأ؟ تحب تقرأ كتب ادبية، كتب تاريخية، كتب سياسة، كتب شعر، ايش اللي بتحب تقرأ؟ أنا بحب أقرأ الكتب الأدبية. حلو، ايش كتاب، احكي لي عن كتاب قرأته. أفضل كتاب قرأته في الكتابات الأدبية غسان كنفاني، رواية لغسان كنفاني اسمها عائد إلى حيفا. طبعا أشهر، من أشهر روايات غسان، عائدة إلى حيفا. يا طيب، أنت برضو بتكتب قصص قصيرة صحيح؟ صحيح، كم قصة كتبت لحد الآن؟
يعني مش كتير، بس هو أنا في الفترة الواجز قبل أسبوع شاركت في مسابقة إنتاج حفل لكتاب كلمنتينا وكتابة قصة عن الانضباط البيئي، وشاركت في هذه المسابقة. حلو حلو، حابب طبعا تسوي هذا الانضباط البيئي عن هذا الموضوع عشان غابات الأمازون قبل 2 سنين، هذا الكلام بس عشان عائقة الكورونا. كتبت عن غابات الأمازون. لا مش عن غابات الأمازون، الحيوانات اللي تشردت من غابات الأمازون. يا جماعة يا جماعة، والله كلما أجلس مع طفل من غزة أتعلم الكثير، والله ترفع لكم القبعات يا أطفال غزة. يعني عندهم الحصار والدمار والحرب ويفكرون في الحيوانات في غابات الأمازون. والله والله نتعلم منكم، والله أنتم الرجال، الله يوفقكم يا رب يا عمو. مش عارف أشكرك. تلعثمت الكلمات في. طيب احكي لي، هل بتحب تسوي كتاب إلك بالقصص القصيرة اللي كتبتها؟ ممكن بس مش في الوقت الواجز عشان في بعض الصعوبات، فممكن في الوقت اللي يعني بعد أنشر لي مجموعة قصصية. شو الصعوبات اللي بتواجهها؟ شو هي المشاكل اللي أنت شايفها؟ في بعض المكتبات بالطباعة بتواجهنا بعض المشاكل. لأنكو في حصار وفي مشاكل، صح؟ ما في أشياء كثيرة ممكن. طيب إلقاء الشعر، هل تكتب شعر أنت؟ أنا ما بكتب شعر، بلقي إلقاء. ممتاز، تحب تلقي لنا إشي بعدين نكمل الحديث؟ نلقي شعر، تمام. يلا سامعينا. وقتي أنا بكتب شعر، هي كتبت لي بعض القصائد من الشعر وألقيها أنا. حلو، يلا انا بسمع. ألقي قصيدة. يب، قصيدة بعنوان طفل من الوجع، بكتابة أخت الشاعرة ليلى راء التنوير. إذا أخبرتكم أني سأنسج من دموع عيونكم دربا وأسلكه لكي أرجع، إذا أخبرتكم أني سئمت بكاءكم ولذا فلن أبكي ولن أجزع، إذا أخبرتكم أني إلى أن يأتي اليوم الذي أبكي به فرحا سأمضي نحوها أسرع، فمن منكم سيتبعني إلى أرضي؟ أنا طفل من الوجع، أنا طفل من الوجع، حرمت العيش في أرضي، حرمت تسلق الزيتون والصفصاف، ولم أبصر رذاذ الموج حين يعانق الأسوار في عكا، ولا الضحكات حين تفتح الأزهار في يافا، ولم ألحق بشنار، ولا صليت في الأقصى، ولا داعبت خيطا كان في الأموال في المجدل، ولم أكبر مع السنوات، لم أكبر، بقيت الطفل محتاجا لهدهدة من الماما لكي يخفو، ولم أحظى بهدهدتي لأني لست في أرضي. أنا طفل من الوجع، فما ذنبي لأني ألعب الألعاب مع صحبي وأستلقي إذا ما غابت الشمس، أعد النجم أعلانا، أعد العشب أسفلنا، وأمضي بعدها لأنام أسترخي، فما ذنبي؟ أنا لم أقترف ذنبا، أنا لم أقتل الأشجار في حقلي، أنا لم أدهس الأزهار في دربي، إذا أمضي أنا طفل، حضنت الشوك استصادفته يبكي، فكيف سأرهب التاريخ فيها هذه الأيدي؟ سأبقى صامدا دوما، سأبقى صامدا معكم
سأبقى صامدا وحدي، سأبقى أحفر الكلمات في أعماق صدري، سأرجع نحوها أرضي، سأرجع نحوها أرضي، ولو كل الورى ضدي. شكرا. حبيبي حبيبي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، رائع، أكثر من رائع. احكيني متى بدأت هذه المواهب عندك؟ وانا من سن صف الاول طبعا، وانا زي ما قلت لك كنت اقرا كتب، ومن هذه الكتب كان في كتب تحتوي على ابيات شعريه. طبعا ساعدوني عائلتي في يعني انا اجرب القي الشعر، صرت اكبر واكبر وصرت القي شعر واطلع في مهرجانات، اخش في مسابقات، اخش في نوادي اتكبر في موهبتي. ولما صرت في هذا احكي لي عن المسابقات اللي دخلتها، هل كلها مسابقات داخل قطاع غزة ولا طلعت برا؟ بس مسابقات داخل قطاع غزة، ليش ما بسبب بتقدر تطلع؟ الحصار لما أجيت مسابقات أطلع فيها برا الوطن. بسبب الحصار صعب تطلعوا صح؟ تمام. الله يعينكم، الله يعينكم. طيب ايش بدك تصير لما تكبر عمو؟ ايش حابب تصير؟ أنا حاب أصير لما أكبر دكتور. دكتور ايش؟ دكتور أعالج أمراض شعبنا الفلسطيني وأجعلهم أقوى ناس وأحسن ناس. طب ليش اخترت هاي المهنة عمو؟ ليش؟ هل تشعر انه في صعوبة في الطب؟ هل تشعر انه في طلب عليها؟ هل تشعر انه عشان القصف اللي بصير في كتير ناس جرحى؟ هو أنا بدي أصير دكتور عشان أعالج وطني في حالات الحرب، وكمان عشان أخدمه وأصير دكتور ومشهور في هذا الوطن. وأنا بدي أصير مش دكتور بشري، دكتور عظام بالتحديد. عظام، الله. طبعا اللي ما بيعرف، طبعا لما بصير حروب اكثر اطباء بيشتغلوا، اطباء الطوارئ واطباء العظام، لانه بصير في تكسير كثير وهذا. فاتوقع يعني هذه الفكره اللي موجوده عند حبيبي جهاد. جهاد الغالي، قبل فتره صار في قصف على غزه خلال شهر رمضان، كيف كان شعورك خلال هذا القصف؟ كان شعوري أول حاجة هذا شهر رمضان شهر مبارك، إجوا هدول الاحتلال الصهيوني يفسدوا علينا، إحنا ذنبنا ما عملناش إشي كأطفال فلسطينيين عشان ينقصف البيوت اللي في منطقتنا، ما فرحوناش في العيد، حسينا حالنا زي الأسرة، ما طلعنا من البيت، ما زرنا حدا، ما حد زارنا، ما طلعنا، ما فرحنا لما أخذنا العيدية. طب هل هذا الشعور شعورك لحالك ولا شعور كل أطفال غزة؟ أكيد كل شعور أطفال غزة، مش أنا الوحيد اللي بتلقى قصف، طبعا كل أطفال غزة كانوا يشعروا حزن عشان العيد ما جاهم، مش حزن عشان رمضان آخر يومين فيه انقطعوا بحرب إسرائيلية. طب جهاد، كيف دراستك؟ هل أنت شاطر في المدرسة؟ شاطر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طب شو أحلى أكلة بتحبها؟ إيش أحلى أكلة بتحب تأكلها؟ إيش بتحب تأكل؟ المسخن. أوف، ليش؟ أعتقد في انقطاع في الإنترنت، هل سامعني؟ هل سامعني جهاد؟ هاي رجع جهاد، سامعني؟ نعم. ليش بتحب المسخن؟ بحب المسخن عشان طبعا من وجباتنا الفلسطينية الشعبية، يا عيني وعشان عليك، أنا بفتخر في وطني. ماما بتطبخ مسخن كويس؟ وإن شاء الله بتيجي على غزة وبنعزمك مطعم مسخن. والله أنا بتمنى، مش هذا شرف إلي يا عمو، شرف. حبيب ماما بتطبخ مسخن كويس؟ كثير. طيب حلو. نرجع لأسئلة هل أنت إلك، هل إلك في كتابة الشعر؟ هل بتحب تكتب شعر؟
هو كان إلي محاولات عديدة بس ما زبطتش مع الموضوع، اوكي وإن ممتاز شاء الله لما أكبر. حلو، ان شاء الله ان شاء الله مش غلط، الواحد بيتعلم. القصص القصيرة لما بتكتبها مين بيقرأ لك إياها وبيراجعها؟ هل في مدرس أم ماما وبابا؟ ماما وبابا والأستاذ التنين هم كلهم كانوا بيعملوا يعدلوا لي على قصص ويظبطوا لي إياها، إذا كان فيها أخطاء لغوية أو أخطاء يعني إذا المواضيع مش ظابطة على بعض أو شيء زي. حلو، ممتاز ممتاز. طيب بدي أسألك سؤال مهم جدا، أنت طفل من أطفال غزة، وفي كثير من أطفال العالم ما بيعرفوا إيش الصعوبات اللي بواجهها طفل عايش في قطاع غزة، لو تشرح لنا شوية أنت كطفل إيش بتشعر في صعوبات حواليك؟ الحصار كان عندنا ولا إشي بدخل على البلد، يعني إحنا بنقدرش نسافر، إذا بدك تسافر بدك تروح على المعبر وممكن تقعد على المعبر كتير وما بزبط السفر معك، ما بدخل علينا أشياء وما بدخل علينا ما مواد إضاءة. بنشارك في أشياء برا، نعم. طيب برضه بتقطع علينا الكهرباء كتير، بتنقطع علينا الكهرباء. الكهرباء بتنقطع والإنترنت ضعيف. جهاد، أنا بعرف إنك أنت أكتف على السوشيال ميديا، أنا تعرفت عليك عن طريق السوشيال ميديا، لو تحكي للناس كيف يتابعوك على السوشيال ميديا. أنا عندي حساب على الفيس اسمه جهاد رائد تنيرة، بلقي فيه وبنزل فيه، أنا بلقي شعر وبنزل فيه أشياء زي هيك عن الشعر والأدب عامل يوتيوب والمواهب ولا لسه ما بتاعتي. عملت؟ لا لسه ما عنديش قناة يوتيوب. طيب ادعموا الشاعر العظيم جهاد تنيرة على الفيسبوك، وان شاء الله بس يعمل يوتيوب حيحط لكم اياه، اعملوا له فولو، وان شاء الله رب العالمين ضلكم دائما متابعين لاعماله الرائعة. انا صراحة تعرفت عليه عن طريق الفيس وشفت شغلات جميلة جدا على صفحته، وفعلا راح تنبسطوا، شاب زي ما بيحكوا أبضاي في لغتنا، قوي جهور صوت الحق. بده يسمعنا هلا شيء ثاني، عندك إشي مجهز لنا إياه؟ سألقي جزئية من قصيدة للشاعر الكبير تميم البرغوثي بعنوان نفس الفداء، بتحكي عن الحرب وشراسة الاحتلال في الحرب. نفسي فداء للرجال المسعفين المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين، الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين، حيث الأنين علامة الأحياء يصبح نادرا، حيث الحياة تصير حقا لا مجازا خاتما في الدرب، تظهر يرهفون السمع تحت القصف تخفى، يرفعون الردم لا أحد هنا، تبدو يد أو ما يشابهها هناك، ويخرجون الجسم رغم تشابه الألوان بين الردم والإنسان، كالذكرى من النسيان كالمعنى من الهذيان، تطلع أمة وكأنما هي فكرة منسية، يا دهر فلتتذكر الموتى، هنالك سبعة في الطابق الثاني ثمانية بباب الدار أربعة، من الأطفال ماتت أمهم وبقوا لأيام بلا ماء ولا مأوى ولا صوت ولا جدوى ولا دعوى لرب المن والسلوى، فقل للموت يا هذا استعد فإنهم والله لن يأتوك أطفالا ولكن كالشيوخ تجاربا ومرارة، حضر دفاعك فالقضاة مدرجين بحكمهم، قدموا عليك مسائلين وغاضبين. نفسي فداء
نفس الفداء لأسرة جمع الجنود كبارها وصغارها في غرفة، قالوا لهم أنتم هنا في مأمن من شرنا، ومضوا ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعد، ويأمر بعدها جرافتين بأن يسوى كل شيء في التراب، لعل طفلا لم يمت في الضربة الأولى، ويأمر بعدها بعد ذلك بأن تسير مجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع. يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتى، ربما قاموا، يحدث نفسه في الليل، يرجع مرة أخرى لنفس البيت يقصفه، ويقنع نفسه ماتوا بكل طريقة ماتوا، ويسأل نفسه لكن ألم أقتلهم من قبل؟ من 70 عاما نفس هذا القتل، نفس مراحل التنفيذ، لست أظنهم ماتوا. ويأمر طلعة أخرى من الطيران تنصره على الموتى، ويرفع شارة للنصر مبتسما إلى العدسات منتصرا سعيدا أن طفلا لم يقم من تحت أنقاض المباني كي يعاتبه، ولكن لا ينام الليل، ما زال احتمالا قائما أن يرجعوا، فيضيء ليلتهم بأنواع القنابل سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله، ماذا ترين وتسمعين؟ فتجيبه: لم ألق إلا قاتلا قلقا وقتلا هادئين. الله، لو يسمعك تميم اللي يقول لك انت القي القصيدة وانا توقفت عن الالقاء، ما شاء الله. انا اتمنى انه تميم يسمعنا ويسمع هذه القصيدة من الشاعر الكبير جهاد تنميرة، وان شاء الله بتقابله. تفضل. انا بحب اشعار تميم البرغوثي لانه بيحكي عن واقع والام الفلسطينيين. كلنا بنحبه، كلنا بنحبه. اتمنى ان التقي بتميم البرغوثي طبعا. ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله نلتقي فيه. حبيبي جهاد، انت شاركت في مسابقه اسمها كلم مجله كلمتينا كلمنتينا. شاركت فيها. احكي لي عن هاي المسابقه. هذه مش مسابقه، هي موضوع انهم جمعوا بعض الطلاب اللي مستواهم عالي في المدارس يكتبوا لهم قصص عن موضوع الانضباط البيئي، فأنا كنت من بين هذول الطلاب وكتبت قصة عن الانضباط البيئي. حلو حلو. برضو أنا شفت عندك على بالعيد سويته زي فيديو كليب، احكي لي شوي عن هذا الفيديو. فرقة الجيل الواعد، فرقة احنا اشتركنا في هذه الفرقة، بنعمل فيديو كليبات، أنا وإخواتي بنعمل فيها فيديو كليبات، ومش احنا بس طبعا، كل الناس اللي حبوا يشاركوا فيها. يا عيني يا عيني. طيب، في نهاية هذا اللقاء بدي رسالة منك للعالم، أنت كطفل فلسطيني من غزة بدي تعطيني رسالتك. أنا إلي رسالة لهذا العالم، إنه أنا كطفل فلسطيني برسل لهم إنهم يحسوا ويشوفوا شو الأطفال الفلسطينيين بصير لهم في غزة، وكيف بيعتدي عليهم الاحتلال الصهيوني وبقتل السكان في هذه المدينة، سواء أطفال وشيوخ ونساء، يقتلهم بلا رحمة. فعشان هيك أنا برسل رسالة للعالم إن حنضلنا صامدين وحنسترجع وطننا، وحيبطل إشي اسمه الاحتلال الإسرائيلي أو مدينة إسرائيل في مدينتنا فلسطين بإذن الله. آمين يا رب، آمين يا رب. الله يسمع منك، وإن شاء الله نراكم في غزة الصمود، غزة الإباء، غزة هاشم، اللي تنتج رجالا مثلك يا جهاد. أول شيء سلامي لكل من دعمك، الأهل، الوالد والوالدة، إخوانك وإخواتك، عمامك وعماتك، خالاتك وخوالك، برضو المدرسة، سلامي لهم وشكر جزير لهم، وشكر لك خاصة يا جهاد اللي اليوم علمتني أنا جمال الشريف، علمتني كتير صراحة. أتمنى أن الجمهور يكون استمتع،
وبشكرك شكر. وأنا تفضل. كمان أشكرك في أنت المذيع الدكتور جمال شريف قناة كنار تي في على هذا الاستقبال الرائع، وأنا اتشرفت في هذا المقابل. الشرف إلنا يا جهاد، الشرف العظيم إلنا صراحة. أنت من الأشخاص اللي أنا كتير استمتعت أكون معهم، وإن شاء الله نقدر نركز أكثر على أبناء غزة وأبناء فلسطين، ولأنهم تيجان فوق روسنا. يعطيك العافية يا جهاد، ونستودعك الله. السلام عليكم. سلام.